بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية القطار مع درس إماطة الأذى عن الطريق. فلنبدأ. مستعدون؟ مجموعة أبو بكر الصديق منتبهة؟ مجموعة عمر منتبهة. مجموعة عثمان منتبهة. نستخرج من السطر الأول حرف جر. تعال يا محمد أسرع. على اجلس يا محمد. أحسنت. أريد من السطر الأول اسم. تعال يا عبد الله أسرع. أيمن. وأحسن. أريد أيضا من السطر الأول كلمة بها ألف مكسورة. تعال يا عبد الله. فراء. فراء. أحسن. لو قلت في السطر الثاني انتبه. قال أيمن جملة فعلية أم اسمية؟ قل يا فيصل. فعلية. أريدك أن تحولها إلى اسمية. أيمن خرج. أنا أقول قال أيمن. أيمن قال. أحسنت. لو قلت من وضع هذا هنا؟ أي نوع من الأساليب؟ تفضل يا ماجد. أي نوع من الأساليب؟ استفهام. تفضل يا فيصل. أسلوب استفهام. ممتاز. نريد من السطر الأخير كلمة بها حرف مضعف. حرف مضعف. تفضل يا خالد. خالد أنت معانا ولا بتلعب؟ انتبه معنا. تفضل. هذا السطر حرف مضاعف. لكن حط يدك عليها. لكن اجلس. اريد اسم استفهام من السطر الثاني. تفضل يا مسفر. من اجلس يا مسفر. الكرسي بتاعه هنا. حرك الكراسي الأمام. حرك الكراسي الأمام حتى يصبح هناك أمام مكان فاضي. الآن أريد كلمة بها حرف مادي بالألف. قول يا ركان. مادي بالألف. أسرع. مد بالالف. لا هذا ليس مد بالالف. تعال يا معاذ اسرع. اسرع يا عمر. ليه طلع اول؟ اسرع. مد بالالف. يلا معاذ. خالد اجلس يا خالد. استخرج لي مد بالياء. من يستخرج المد بالياء؟ اطلع يا ماجد. اللي طلع اول مد بالياء هو اللي هيلحق الكرسي الأخير في القطار. سأزيله. اجلس يا ماجد. الآن اكتمل القطار. اكتمل القطار ما شاء الله. اكتمل القطار. قائد القطار محمد سيتحرك بالقطار في رحلة حول العالم. فلنبدأ. أحسنتم يا رجال، ونتمنى للجميع ركوب القطار في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كل يرجع. كل يرجع.
له يركع.